عام 1971 حين قرر البريطانيون الانسحاب من البحرين ومنحها الاستقلال، حينها استغرب أمير البحرين وحاكمها آنذاك الشيخ عيسى آل خليفة، وبعث برسالة للبريطانيين يسألهم فيها: لماذا؟ وهل طلب منكم أحد الرحيل؟ ذات السؤال كرره نجله الملك حمد بن عيسى عام 2013 في زيارة له لبريطانيا، حيث وقف مخاطبا البريطانيين قائلا: وقد تساءل والدنا عن سبب اتخاذ بريطانيا لذلك القرار من جانب واحد قائلا: لماذا؟ هل طلب منكم أحد الذهاب؟ وفي الحقيقة ظل التواجد البريطاني حاضرا ومن دون أي تغيير في جميع الأغراض الاستراتيجية والعملية، ونحن نظن بأننا لن نستغني عنه، وهذا على حد تعبير الملك وكما نقلت الصحف والأخبار أنذاك. وأنت الآن ربما تستغرب لما يتباكى مستعمر على خروج مستعمر من بلاده. نحن سنخبرك بعد أن تقرأ هذا الخبر. على سبيل المثال، مسؤول إيراني يتوعد البحرين واليمن بعد سقوط حلب، وهذا الخبر كان عام 2016، لكن قبل ذلك بكثير بل طوال الوقت يسود اعتقاد في أذهان الإيرانيين أن البحرين محافظة تابعة لهم، وهذا قد يساعدك على فهم لما تفضل دولة ما مستعمرا على آخر. وكما حال هذا التقرير مثلا الذي يتساءل فيه كاتب مغربي عما كان سيحدث لو كانت بريطانيا وليست فرنسا هي من استعمرت المغرب. وأثناء البحث وجدنا في تقرير آخر ما يشبه الإجابة، وليس ما يهم هنا السؤال والإجابة بقدر ما يهم هو ورود الفكرة لدى كثيرين في العالم. ونحن هنا لسنا للتشجيع على فكرة الاستعمار، وإنما لعقد مقارنة بين السيء والأسوأ. فمن هو الاستعمار السيء ومن هو الاستعمار الأسوأ؟ يمكن الإجابة ببساطة أن كل الاحتلال سيء ولا فضل لاستعمار على آخر، لكن التاريخ يقول غير هذا، ولأجل هذا قررنا تقديم هذه المادة لكم ونرى ماذا يقول التاريخ. قبل القرن الخامس عشر لم يكن العالم يعرف معنى لكلمة الاستعمار أو الاحتلال بالمعنى الحرفي الذي نعرفه الآن، وما كان متعرف عليه وسائد آنذاك هي مصطلحات كالتوسع والتمدد، والمقصود بها توسع الدول، حيث كانت الدولة التي تتمكن من التوسع على حساب دولة أخرى لا تعتبر ذلك احتلالا أو استعمارا، وإنما كانت تعتبر الأراضي الجديدة هي جزءا من حدودها وتتبع لها، لذا شاعت مصطلحات كالفتح وما إلى ذلك. ومن التاريخ فمثلا كان العثمانيون يسكنون منطقة صغيرة على حدود الدولة السلجوقية المحاذية للدولة البيزنطية، وتحديدا في كردستان الحالية، لكنها تمكنت من التمدد حتى أصبحت دولة بني عثمان واحدة من أكبر الدول في التاريخ. وحين فتحوا عاصمة الدولة الرومانية أو القسطنطينية التي تسمى الآن إسطنبول لم يعتبر ذلك استعمارا، والقسطنطينية اليوم هي جزء لا يتجزأ من دولة الأتراك، بعكس مثلا الاستعمار البريطاني للهند والذي جرى أعقاب القرن الخامس عشر وتحديدا القرن التاسع عشر. لم تصبح الهند جزءا من بريطانيا وإنما كانت تتبع تاجها، وذلك لكون احتلال الإنجليز للهند كان احتلالا وليس عملية احلال، وسنشرح لكم الفرق وإن بات مفهوما. فالإحلال يعني استيطانا وتغييرا بالهوية والثقافة واللغة ومسح الوجود السابق للأمة أو الشعب الذي يسكن المنطقة المفتوحة. أما الاحتلال فهو وجود عسكري، وقد يسعى الفاتحون خلاله لإحلال ثقافتهم في البلاد المحتلة، لكن ذلك لا يتم بشكل تدريجي، تماما كالفرق في المثال الذي ضربناه لكم فيما يتعلق بالقسطنطينية والهند. فالقسطنطينية التي كانت عاصمة الدولة الرومانية الشرقية ورمزا للمسيحية الأرثوذكسية تحولت إلى عاصمة الدولة الإسلامية،
وتغيرت ملامحها جذريا وبشكل تام، بعكس ما جرى في الهند أو غيرها من مناطق كثيرة حول العالم كانت مستعمرة، خاصة أن العالم كله كان مستعمرا للقوى الكبرى فيما يعرف بعصور الاستعمار التي بدأت وازدهرت ونمت كما ذكرنا لكم بعد القرن 15، وهو القرن الذي تم اكتشاف القارة الجديدة فيه، أي أمريكا، والتي زرعت في أذهان الأوروبيين فكرة الارتحال إلى ما وراء البحار لتوسيع مناطق نفوذهم. ومجددا هذا لا يعني أن الفكرة لم تكن موجودة من قبل، وإنما ذكرنا لكم الفرق، حيث قبل ذلك كان الهدف التوسع وفيما بعد أصبح الهدف النفوذ. ولعل الأوروبيين هم ملوك الاستعمار القديم للعالم، وهم من كانوا يمتلكون الهيمنة والسيطرة ووضع اليد على معظم مساحة الكوكب. وفي السؤال عمن كان الاستعمار السيئ والأسوأ فيهم، فالحقيقة أنهم تنافسوا في من كان الأسوأ، لكن واحدا منهم كان الأقل سوءا، أو دعونا نقول أنه كان الأذكى. والحديث عن الاستعمار الإنجليزي الذي كان استعمارا محنكا ساعيا إلى ترك بصمة واضحة المعالم على مستعمراته، سواء إن استقلت أم لا، وقد عمل على تأسيس قاعدة أساسية ثقافية وسياسية وصناعية. وهذه الكلمات التي سمعتموها للتو هي اقتباس من كتاب A Peace to End All Peace، أو سلام لإنهاء السلام، لمؤلفه المفكر الأمريكي ديفيد فروم كين. هذا الكتاب وكاتبه يتحدث في مواضيع عديدة، لكن من بينها كان عقده لما يشبه المقارنة بين الاستعمار الإنجليزي للعالم والاستعمار الفرنسي. وقد سمعتم رأيه بالاستعمار البريطاني، وعكسه تقريبا كان رأيه بالاستعمار الفرنسي الذي ترك خلفه دولا متخلفة وضعيفة وتحكمها العقلية الأمنية والقمع. فالاحتلال الفرنسي كان همجيا نوعا ما، يهدف لتدمير وكسر الشعوب المحتلة ونهب خيراتها واستعباد أهلها، بعكس الإنجليز الذين كان استعمارهم بغالبه أكثر ذكاء، ويقوم على تقديم القليل وأخذ الكثير، ولا يهدف بغالبه للتدمير. وقد يتضح ذلك ببعض الأمثلة، فبعقد مقارنة بين الاستعمارين الإنجليزي والفرنسي وبرؤية حال الدول اليوم التي كانت مستعمرة من قبلهما، تجد أن مستعمرات الإنجليز السابقة أفضل حالا بكثير من المستعمرات الفرنسية. ولن نبتعد كثيرا ونذكر لكم الولايات المتحدة واستراليا والصين والهند، وهذه الدول كلها مستعمرات بريطانية سابقة، وهي الآن من الأقوى اقتصاديا وعسكريا على مستوى العالم. وإنما سنغوص في إفريقيا ونرى الفرق بين المستعمرات الفرنسية والإنجليزية في القارة السمراء. فمثلا معظم الدول التي تتربع على عرش القارة كانت مستعمرات إنجليزية، ونحن هنا نتحدث عن مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، وهذه الدول هي الأقوى عسكريا واقتصاديا في قارة السمر. لكن بالنظر لمستعمرات الفرنسيين السابقة، فمعظمها دول ما زالت تغرق بحروب أهلية حتى الآن، وفيها أعلى نسب من الأمراض والجوع. ولم يكن تفوق البريطانيين فقط على الفرنسيين، بل حتى على بقية المستعمرين. ولاحظ الفرق مثلا بين الاستعمار الإنجليزي لأمريكا والاستعمار الإسباني لنفس القارة، وأعقد مقارنة بين الجزء الشمالي الذي يعرف بالقارة الشمالية والتي كانت تحت الاستعمار البريطاني، والجزء الجنوبي الذي يعرف بالقارة الجنوبية أو اللاتينية والتي كانت تحتلها إسبانيا والبرتغال. ومجددا نحن هنا لسنا لتمجيد استعمار على آخر، فقد ذكرنا لكم مسبقا أن كل الاستعمار سيء حتى لو كان يجلب بعض الخير للدول التي احتلها. لكن وكما ذكرنا، نحن هنا لنجيب عن سؤال من كان السيء والأسوأ. وبالحديث عن الاستعمار البريطاني لن نغفل عن ذكر خطايا كبيرة ارتكبها هذا الاستعمار، وربما لن تغفر له شعوب عدة ما فعله من جرائم، كما هو حال فلسطين التي تم تسليمها لعصابات يهودية قامت لاحقا بعملية إحلال وليست احتلال فقط، وأيضا تقسيم الهند لعدة دول
وهو ما خلف حروبا راح ضحيتها ملايين، وكذلك تقسيم البلاد العربية وهو ما جعلها ضعيفة وهشة، وعديد الخطايا التي لا تغفر للبريطانيين. لكن لكم أن تتخيلوا أنها على سوءها كانت أفضل من استعمار آخرين. نحتاج قبل البدء بهذه الفقرة والتي تحكي التجربة العربية مع المحتلين والغزاة والمستعمرين أن نوضح أمرا هاما يتعلق بخلاف بين العرب أنفسهم على ما يعرف بحقبة الاستعمار لأراضيهم. فالبعض يرى أن الاستعمار أو الاحتلال لأراضيهم بدأ مع وضع الدولة العثمانية يدها على ممالك العرب القديمة وإماراتها، في حين يرى البعض الآخر أن الحكم العثماني لم يكن احتلالا. ونحن هنا لن نخوض في هذا النقاش الآن، لكن سنبدأ الحديث عن التجربة العربية التي أعقبت سقوط الدولة العثمانية أو أواخر حكم الدولة العثمانية، حيث كانت معظم البلاد العربية تتبع سلطة الباب العالي في اسطنبول، حتى تلك شبه المستقلة منها كانت تدين بالولاء للخليفة العثماني، كما هو الحال في مصر ودول شمال إفريقيا. وبالحديث عن العثمانيين، فهؤلاء قد دب فيهم الضعف في آخر قرنين من حكمهم لإمبراطورية شاسعة وممتدة بين قارات العالم الثلاث، إفريقيا وآسيا وأوروبا، وبدت أيديهم رخوة في مناطق كثيرة، ما تسبب بسقوط الأراضي التي كانوا يحكمونها واحدة تلو الأخرى بيد المستعمرين، كما هو الحال في الجزائر التي احتلها الفرنسيون ومصر التي سقطت بيد الإنجليز، ودول ومناطق عربية أخرى. كان آخر من سقط فيها هي الجزيرة العربية أو الجزء الآسيوي من بلاد العرب، وذلك بحكم قربها من أراضي العثمانيين الرئيسة في تركيا الحالية، وهذا ما تسبب بسقوطها متأخرا بيد المستعمرين، بعكس الجزء الإفريقي من بلاد العرب التي احتلته أوروبا مبكرا والذي كان أقرب جغرافيا على الأوروبيين. ولم يمتلك العرب في الجزء الإفريقي رفاهية اختيار المستعمر بعكس الجزء الآسيوي. وهنا قد يتساءل أحد، هل عرب آسيا اختاروا مستعمرهم؟ نظريا لم يحدث مثل هذا الأمر، لكن على أرض الواقع وبتتبع التاريخ ستجد العرب وتحديدا في الجزيرة العربية كان لديهم رفاهية اختيار من يستعمرهم، وهذا لا يعني أنهم جلبوه بقدر ما هم كانوا على مفترق طرق، حيث وفي أواخر الحكم العثماني برز عدة طامعين في بلاد العرب، ونحن هنا نتحدث عن مطلع القرن العشرين. وهؤلاء الطامعون والطامحون لاستعمار أراضي العرب كانوا بالطبع بريطانيا التي كانت تسعى لاحتلال العالم كله، وشهيتها مفتوحة على الاستعمار والتوسع أكثر، وبالتأكيد معها فرنسا. لكن لم يكون وحدهم، فقد برز أيضا خطر داهم من الشرق، والحديث عن دولة الفرس أو فارس قبل أن يتحول اسمها منتصف ثلاثينيات القرن الماضي وتصبح إيران. وأيضا من الشمال كان النظام الجديد الذي بدأ ينتشر في دولة الخلافة السابقة، أي الأتراك القوميون الذين تسللوا إلى عقر دار الخلافة وبدأوا يفكرون بطريقة أخرى لحكم العرب، وهؤلاء كانوا يمثلهم حزب الاتحاد والترقي. إذن هي ثلاثة قوى: المستعمر الأوروبي التقليدي، ومستعمر جديد نهض من سبات طويل وهم الفرس وتملأهم شهوة الانتقام من العرب، والأتراك القوميون الذين رأوا بأنفسهم أوصياء على العرب. وإزاء هذه الخيارات كان على العرب أن يختاروا، ومعلوم ماذا كان الخيار، لكنه بحاجة لتفصيل. مطلع القرن العشرين كانت هناك إمارة عربية شرق مياه الخليج العربي تعرف بعربستان، وهي الأحواز. هذه الإمارة العربية ظلت عربية حتى قرر الفرس بدء عصر الاستعمار الخاص بهم، فوضعوا يدهم عليها ولم يستعمروها وفق نظام الاحتلال الذي حدثناكم عنه، وإنما وفق نظام الإحلال القديم، أي عملوا على تفريس الإمارة، جعلوها فارسية كما عملوا على مسح الهوية العربية منها. وانظروا لحالها اليوم لتعرفوا بقية القصة وما جرى لها. ولم يختلف الحال كثيرا عما كان ينتوي القوميون الأتراك فعله، والذين كما ذكرنا تبنوا سياسة التتريك، أي أنهم قرروا فجأة مسح الهوية العربية وإحلال الهوية التركية بدلا منها.
ولعل أقرب الأمثلة والتي يمكنها شرح ما كان سينتهي له حال العرب لو تم المخطط التركي هو حال لواء الإسكندرون السوري سابقا والذي تحول إلى ولاية هتاي الآن، ومسحت معالم العربية منه وبات تركيا بامتياز. وإذا هذين الخيارين ربما كان الاستعمار الإنجليزي هو الخيار الوحيد المتبقي، فربما كان بنظر العرب أن الإنجليز وإن طال بهم الزمان ومكثوا في أراضيهم لابد أن يحل وقت ويرحلون. ونظريا كانت هذه الفكرة ربما تبدو منطقية في ذلك الوقت، خاصة وأن ما كان يدبر لفلسطين لم يكن معلوما وظاهرا، ولهذا قد تفهم استعانة العرب بالبريطانيين للخلاص بداية من القوميين الأتراك ولاحقا لتأمين أراضيهم من التمدد والتوسع الفارسي. ومن هذا المنطلق أيضا تفهم تصريحات حكام البحرين التي عرضناها لكم سلفا، فتحديدا مطلع سبعينيات القرن الماضي وما إن قرر الإنجليز الرحيل عن المنطقة حتى وضع الفرس يدهم على 3 جزر في الخليج كانت عربية، وهي الجزر الإماراتية 3. وربما لولا الإنجليز لبسطوا يدهم على ما هو أبعد، ومن ضمن أهدافهم كانت البحرين. وإذا ما أراد أحد التساؤل عن خيار أن يقوم العرب بعدم اختيار أي مستعمر، دعونا نخبركم أن 6 قرون من حكم العثمانيين لبلاد العرب جعلت منهم شعوبا ضعيفة وبلا كيان تقريبا، لذا خيار أن يبنوا دولة قبل قدوم مستعمر جديد لهم لم يكن خيارا واردا أو متاحا. وبدورنا دعونا نحن نترك سؤالا بختام هذه الفقرة، ونترك لكم حرية الإجابة عنه، والسؤال كالآتي: تعال لنتخيل أن العرب لم يستعينوا بالإنجليز مطلع القرن 20 ووقعوا تحت نير الاستعمار الفارسي أو التركي، هل كنت لتجد اليوم دولا عربية في الجزيرة العربية؟ أو هل كانت الجزيرة العربية ستحمل اسم العربية اليوم؟ تحدثنا عن التاريخ وأسهبنا كثيرا، ونقلنا لكم الصورة بقدر استطاعتنا، وذلك في الحقيقة للتمهيد لهذه الفقرة والتي تتعلق بالحاضر والمستقبل، والحديث فيها عن القوى الاستعمارية الجديدة. ولأن من التاريخ العبرة أردنا أن نحدثكم عنه لنرى ما إذا كانت فيه فائدة للحاضر والمستقبل، خاصة وأن الزمان لعبته الدوران، والتاريخ لطالما أحب أن يعيد نفسه وإن تغيرت الأسماء والوجوه، ونرى إذا ما كان حقا دار الزمان أو سيدور. فمن القراءة للواقع الآن تجد أن الاستعمار القديم أو بحلته القديمة لم يعد موجودا حرفيا، وكذا المستعمر، فمن كانوا ملوك العالم قبل 5 قرون تحولوا إلى دول هامشية اليوم. والحديث عن بريطانيا وفرنسا تحديدا، وبالتأكيد معها إسبانيا والبرتغال وبقية بلاد الأوروبيين، ولعل هؤلاء الآن هم أنفسهم مستعمرون وقد ذهبت أمجادهم لصالح قوى جديدة، وبالتأكيد سنذكرها لكم، وبالتأكيد هي معلومة لديكم. فكرة القوى الآن يتقاذفها لاعبون جدد، أبرزهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية. هذه أكبر 3 قوى على وجه الأرض الآن، وهذه هي الدول 3 التي تمتلك مشاريع توسعية وتسعى للنفوذ أينما كان، والشواهد كثيرة ومتعددة. فأمريكا التي ورثت زعامة العالم وحيدة عقب سقوط منافسها الاتحاد السوفيتي، خاضت حروبا عدة واحتلت دولا وأسقطت أنظمة معارضة لها وولت أنظمة أخرى تواليها، كما لها قواعدها وتواجدها العسكري في كل مكان، وهي الآن تقود حلفا عسكريا هو الأكبر والأضخم في التاريخ، والحديث عن حلف شمال الأطلسي أو الناتو، وهي أيضا التي تهيمن على أغلب اقتصاد الكوكب وتمسكه من رقبته بفضل عملتها الدولار. وعديد الشواهد التي يمكن أن تدلل على أن الأمريكيين هم قوى توسعية واستعمارية جديدة، وإن اختلف شكل الاستعمار، حيث لم يعد الاستعمار قائما على شن الحروب والزحف العسكري نحو بلد ما بقدر ما يتخذ أشكالا أخرى، منها الهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية وسياسة الأحلاف وإلى غير ذلك.
وهذه وإن اختلفت عن تعريفات الاستعمار الكلاسيكي القديم إلا أنها تؤدي لذات النتيجة. لكن أمريكا ليست وحيدة، فروسيا نهضت لها من بين ركام الاتحاد السوفيتي وأعادت خلط الأوراق، وقررت هي الأخرى التوسع وتصدير شكل آخر من الاستعمار. وأنت ببساطة الآن تجد أعلام الروس وقواعدهم ترفرف خارج أراضيهم، بل بعيدا عنها وفي أماكن عدة، كما هو الحال في سوريا وشرق ليبيا وغرب إفريقيا والسودان ومناطق أخرى من العالم. أما الصين القوة الثالثة على القمة اتخذت مسارا آخر للتوسع والهيمنة، دخلته عبر بوابة الاقتصاد. ولعل تلك الطرفة التي تقول إن أكثر جملة في العالم من حيث الاستخدام صنع في الصين هي خير دليل على هذا التمدد الصيني في كل مكان. وأيضا هذه القوى الثلاث وهي تتربع على القمة تتنافس فيما بينها وتتزايح لترسيم حدود نفوذها ومناطقها المحتلة، وتترك للبقية قليلا من التنافس، حيث ليست أمريكا وروسيا والصين وحدهم أصحاب المشاريع، فخلف صراعهم هذا هناك صراعات صغيرة أو ما يمكن أن نسميه أصحاب المشاريع الإقليمية. وإذا قلنا مثلا أن الصين تملك مشروعا عالميا، فإن دولة كتركيا أو إيران تمتلك مشروعا إقليميا يقضي بالتوسع لكن على نطاق أضيق. لذا ولأن الحديث عن المنطقة العربية، فإننا سنسرد لكم القوى الإقليمية المتصارعة وعلى رأسها تركيا وإيران وإسرائيل والسعودية والإمارات، وبدرجة أقل مصر المنهمكة بحل مشاكلها الداخلية أكثر، وأيضا ربما تطمح دول أخرى بمشاريع خارج أراضيها، وهذا ما بدا مؤخرا في الجزائر. ومجددا لأننا نحكي عن المنطقة العربية، فالحديث بدرجة أكبر هو عن إيران وتركيا وإسرائيل، وهؤلاء مازالوا يحملون ذات المشاريع منذ قرابة القرن من الزمان، ومازالوا يتصارعون فيما بينهم لمن يمتلك أكبر مساحة من النفوذ وعلى حساب العرب بالدرجة الأولى، ما يعني أن الزمان لم يدر أصلا، وإنما كأنه تجمد بين هذه القوى الثلاث. وعليه فإن المستعمرين الجدد، إن جاز لنا التعبير، فإنهم قوى العالم الكبرى، أي أمريكا وروسيا والصين، والقوى الإقليمية إيران وتركيا وإسرائيل. ومن التاريخ فإن على العرب الاختيار كما اختاروا قبل قرن البريطانيين، إلا إذا وهذه الإذا فيها الخلاصة ربما. فقبل قرن لم يكن العرب يمتلكون خيارا غير الاستعمار، لكن الآن ربما لا حجة لديهم، فهم يمتلكون المال والثروة والقوة البشرية، وعدم توظيفها ليخلق خيارا آخر غير التبعية لأحد فهذا ذنبهم. وهذا يعني أيضا أن بعد 100 عام ربما لو جاء أحد وأراد إعداد مادة وثائقية عن العرب الآن لن يجد عذرا لهم، كما وجدنا نحن لهم عذرا قبل قرن. فالخيار الآخر كما ذكرنا هو أن يكونوا تابعين أو مستعمرين على الطريقة الجديدة، وفي حال أصبح هذا الخيار واردا. عزيزي المشاهد، حدثنا في التعليقات عمن تفضل أن يستعمرك.